السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو بدنا نشرح الكاردينيتي، بس أول إشي راح نبلش بالفانكشن. فانكشن f من مجموعة a للمجموعة b، ال a هي الدومين وال b الكودومين. هسا ال f هو نفسه مجموعة ordered pairs، يعني أزواج مرتبة. يعني f مجموعة جزئية من a كروس b. أنا حطيتها على الشحطة عشان إنه يمكن تساوي a كروس b كمان، مش شرط إنها بس يعني تكون مجموعة جزئية لا تساوي، يمكن تساوي يمكن لا. يعني هذا الرمز معناه مجموعة جزئية أو يساوي، عشان هيك إنه نحطه أحسن من أكون تحطه. هسي A كروس B إيش يساوي؟ أزواج مرتبة A فاصل B، بحيث إنه A ينتمي لـ A and هذا الرمز and. أنا راح أكون بحكي بلغة بسيطة، لأنه يعني في ناس يعني إيش بسموها لساتهم ما أخذوا المبادئ، يعني منكم أنتم بالجروب. فعندنا A ينتمي لـ A and B ينتمي لـ B. هسي هذا الرمز for all، for all X ينتمي لـ A there exists unique. هذا الرمز مع علامة التعجب there exists unique. unique معناها انه عنصر وحيد، لو دون علامة التعجب بكون there exists، انه يوجد، يمكن يوجد واحد ويمكن يوجد اكثر، اما بس نحط علامة التعجب معناته يوجد واحد بس. يعني for all x belongs to a there exists unique y belongs to b، بحيث انه هذول نقطتين معناها such that، بحيث انه x y ينتمي لل f. تعريف الفانكشن، تذكروا انه يعني كل عنصر في الدومين له صورة وحيدة في الكودومين، هذا هو معنى النقطة هاي، بس هو رموز مكتوبة. هذا يكافئها، هذول الثلاث شحطات يكافئ معها equivalent for all x، for all x بحيث انه x y1 ينتمي لل f and x y2 ينتمي لل f، بكون y1 يساوي y2. يعني هاي طريقة أخرى لكتابة اللي فوق، انه إذا x مرتبطة مع y1 و x مرتبطة مع y2 معناته y1 يساوي y2. هسا عندنا مفهوم مهم كمان، range f. range f اللي هو صور الدومين، يعني y تنتمي ل b بحيث انه there exists x belongs to a بحيث انه f of x يساوي y، ونفسه f of a يساوي f of x بحيث انه x ينتمي لل a اللي هو تساوي range f. يعني range يعني هذول الشكلين له، تمام؟ طبعا بالعاده بكتب الشكل اللي تحت، بس انا شكلي تفلسفت وانا بكتبه بالطريقه اللي فوق هاي، y ينتمي بحيث انه x ينتمي لل a بحيث انه f of x يساوي y، بس عادي مو مشكله. بس عندنا تعريفات مهمه، f is onto او surjective، يعني onto surjective نفس المعنى. f ال a تساوي r f، هاي الدومين طبعا، يعني صورة الدومين، أو يعني خلينا نحكي الرينج، الرينج يساوي هذا image of a بنقرأ، مش صورة ال، لا نفس الإشي، ما هي image معناها صورة بالعربي. image of a تساوي range f تساوي b الكودومين، بتسميه أنتو. هذا يكافئ إيش؟ يكافئ إنه for all y ينتمي لل b اللي هي الكودومين، يوجد x بال a بحيث إنه f of x يساوي y. هسا نروح على التعريف اللي بعده المهم جدا. عندنا f is one to one injective، يعني one to one أو injective تنحكى. f عندنا طريق او يعني هذول الاشياء اسم نحكيهم، انه يكون f of x1، اذا f of x1 يساوي f of x2 هذا يؤدي انه x1 يساوي x2. هاي طريقه انك تفرجي انها 1 to 1. بس الطريقه الثانيه اذا x1 لا يساوي x2 بيكون f of x1 لا يساوي f of x2. واخر واحده انه اذا x1 y ينتمي ل f and x2 y ينتمي ل f بيكون x1 يساوي x2. يعني نحكيهم كلهم ضربه واحده. إذا صور يعني إذا الصور تساوت بيكون العنصر نفسه، يعني ما معناه ما فيش عنصرين مختلفات مرتبطين بنفس الإشي. يعني مثلا X تربيع not one to one. مين يحكي لي إيش ال، لو أنا سكت إيش بيكون عندي مشكلة؟ عندي غلط، لو إني سكت بيكون عندي غلط. طبعا أنا ناوي أكمل، بس القصد إنه يعني في أمور لازم تكونوا كتير دقيقين لإلها. X تربيع مش دائما not one to one، يمكن تكون one to one عادي، لازم أحدد الدومين إذا تحكي عن one to one ولا لا. يعني مثلا لو حكينا على real numbers بيكون صح كلامي not one to one، بس لو حكيت على zero للinfinity بتكون one to one عادي. مفهوم كيف؟ لاحظوا كيف الرسمة، خلينا أفرجيكم أول إشي على الرسمات كيف إنه بيكون one to one ومش one to one. إذا أخذنا اختبار الخط الأفقي وقطع الفانكشن بأكثر من نقطة بتكون not one to one، إذا نقطة واحدة قطعها بتكون one to one. إذا جميع الخطوط الأفقية قصدي إنها قطعت في نقطة واحدة بتكون one to one. مثلا لو أخذنا x تربيع على الريل نمبر زي هيك بتكون، خذوا هي معناتها not one to one، بس لو أخذناها من صفر لإنفينيتي بس الدومين، لاحظوا خذوا أي خط أفقي، أي خط أفقي، أي خط أفقي، دائما نقطة واحدة راح يقطع.
ايش مكان الخط اخذته دائما نقطه واحده، فهذا بيكون 1 تو 1. فهيك الوضع ماشي. اذا انها كانت 1 تو 1 اون 2 بنسميها بايجكتيف. فشو رايكم؟ اكس تربيع از اون 2 او از نوت اون 2. هاي المره ايش بدنا؟ فكروا فيها ثواني، بدنا الدومين ولا الكودومين؟ بدنا الكودومين، يعني الاون 2 تذكروا معتمد على الكودومين، انه يكون الرينج يساوي الكودومين. يعني اكس تربيع از اون 2 طبعا في اعتماديه على الدومين اكيد، لكن يعني لو انه ثبتنا الدومين عمين اعتمادية على الكودومين بتكون. يعني لو اخذنا الدومين الريل نمبرز، الدومين هي الريل نمبرز تمام، دي الاكس تربيع يساوي الريل نمبرز تمام. مين الرينج؟ رينج اكس تربيع يساوي بوزيتيف زيرو للانفينيتي. معناته اذا بدي اياها تكون انتو لازم اخذ هذا انه يكون هو الكودومين تمام. هذا هو الكودومين اذا بديها تكون انتو. لو اخذتها اكس تربيع من الريل للريل نوت انتو، لانه الار لا تساوي المغلق من زيرو لانفينيتي. هسه نروح نبلش نحكي عن الكاردينيتي. كاردينيتي اوف ست اي، موضوع جديد هذا طبعا عن اللي فوق، يعني بقصد انه هاي الاي مش شرط نفس الاي اللي كنا نحكي عنها فوق. يعني هسه بحكي بشكل يعني عم نجمع اي بشكل عام. كاردينيتي اوف ست اي طبعا الحكي اللي فوق متعلق عشان هيك انا يعني شرحته قبل. كاردينيتي اوف ست اي اف اي از فاينايت تمام، برمجوا لها القيمه المطلقه كاردينيتي اوف ست اي denoted by، هي مش قيمة مطلقة اسمها لكن قصدي انها بتشبه رمز القيمة المطلقة بسموها cardinality. cardinality of A if A is finite then A cardinality of A is number of elements in A. اذا انها A finite عدد عناصر محدود. if A is infinite يعني لا نهائي، يعني لا نهائية المجموعة. cardinality of A is the size of A. بيفضلوا يستخدموا كلمة size، يعني بيعتبروا انه ما فيش، يعني في هيك ناس لغتهم دقيقة في الرياضيات بيحبوش انه يحكوا number of elements على مجموعة لا نهائية، لانه خلص لا نهائي يعني شو عدد عناصرها. مع انه انا رأيي الشخصي طبعا هاي رأي شخصي، يعني شخصي مش يعني انه اشي صح، انا بحب على الحالتين اعتبرها number of elements، بس هي لا انتوا اتبعوا الصح انه size of A يعني بيكون. هسه راح نبلش نشبك الحكي اللي فوق مع اللي تحت، cardinality مع ال مع functions. اوكي يس اتس اوكي. هسه ايش نساوي؟ ولا نبلش نربط الامور. لو اخذنا f من A ل B وبدنا العلاقة بين كاردينالتي A وكاردينالتي لل B تمام؟ كيف يمكن نتصرف؟ كالآتي، خلينا نعطي أمثلة وتفكروا معي. لو عندنا A و B كالآتي، 1 2 3، 1 2، هاي function. تذكروا لازم الدومين كله يكون مرتبط مع الكودومين، فيعني زي هيك كمان. هاي function أو لا لسه بعطي أكثر من مثال بعديها بنحكي. ربطوا ليها مع خصائص 1 تو 1 والـ 2، يعني هاي الأمثلة أنا بحكيها فكروا فيها وأنا عم بكتبها. أوكي؟ يس اتس أوكي. مثلا زي هيك. A B 1 2 3، 1 2، أخذنا هذا المثال أخذنا. معناته زي هيك هستعمل. اتوقع عندي 3 امثلة. هسا هيك الوضع كيف؟ 3 امثلة كافيات اتوقع. هسا عندنا هون هذا انتو
not one to one يعني انتو بس مش one to one. ليش انتو؟ لانه الكودومين مرتبط مع يعني جميع عناصر الكودومين هم صور. يعني هون اف ال A يساوي B في اول واحدة. ليش؟ انه هي الواحد مع الواحد، اثنين مع اثنين، ثلاثة مع اثنين، معناته تساوي الواحد اثنين اللي هي البي، معناتها انتو. هسه لانه one to one ليش؟ لانه اف اثنين يساوي اف الثلاث بات اثنين لا يساوي ثلاث. هسه المثال الثاني، لاحظوا اول اشي واحد حكينا عنه انتو not one to one، خلونا نحكي الاستنتاج. لاحظوا هون cardinality A اكبر او يساوي cardinality B، اكبر بقصد. المثال الثاني، لاحظوا عنا عنا F ال A يساوي B يعني انتو 1 to 1 كمان. لاحظوا انها كل عنصر يعني كل عنصر له صورة خاصة به، مفيش عنصر مرتبطين بنفس الشغلة. لاحظوا cardinality A يساوي cardinality B. اخر مثال، اخر مثال 1 to 1 not on 2 not on 2 لانه الاربعة مش مرتبطة مع شيء، 1 to 1 لانه واحد مع الواحدين مع اثنين ثلاث مع ثلاث، يعني فيش شيء مرتبطات بنفس الشغلة. هسه لاحظوا هون cardinality A اقل من cardinality B، تمام؟ هاي اللي هون وانتو زائد 1 to 1 حكينا نفسها bijection، معناته بس يكون 1 to 1 نط قصدي بس يكون انتو. لاحظنا انه تكون كارنتي الدومين اكبر من كارنتي الكودومين، بس يكون انتو. لاحظنا كمان حالات انه بيكون انتو زي الحالة اللي على اليمين، انتو بتكون كارنتي متساوية، معناته بس يكون انتو ايش نقدر نحكي بشكل عام؟ كارنتي A اكبر او يساوي كارنتي B، تمام؟ نشوف الانجكشن. لاحظوا عنا هذا المثال على اليمين عنا انجكشن عنا تساوي، والمثال اللي تحت عنا انجكشن عنا اقل، معناته بس يكون انجكشن اللي هي 1 to 1 1 to 1 ايش بيكون عندنا؟ cardinality A اقل او يساوي cardinality B، تمام؟ هسه عندنا بس يكون bijection بيكون cardinality A يساوي cardinality B. ليش؟ لانه عندنا cardinality A اقل او يساوي cardinality B and cardinality B اقل او يساوي cardinality A، تمام؟ بس ملحوظة مهمة انه التساوي هاد عميق مش اشي سهل، من نظرية اسمها شرودر، علمها عند رب اني اقدر اكتب اسمها صح ولا لا، شرودر بيرنستاين ثيورم. طبعا هذا ليش؟ لانه ال كيف نسميها، واحدة منهم تعمل 1 to 1 واحدة منهم تعمل انت، بس ال يعني كيف نسميها، انه هاي اللي هون بيحكي لك انه عندك function من A ل B 1 to 1، تمام؟ وهاي بتحكي لك function من B ل A انتو. ايش كمان نحكي؟ فهيك الافكار صارت واضحة نوعا ما. هسه على المالي نهائي بنعمم هذا الحكي على المجموعات اللانهائية، مثلا الناتشورالز كاردينالتي تبعتهم تساوي كاردينالتي الزد للانتجرز، معناها الناتشورالز 1 2 3 الى اخره، والزد سالب 2 سالب 1 0 1 2 الى اخره، يساوي كاردينالتي للكيو كمان الراشنالز اللي هم A على B، بحيث انه A ينتمي للزد و B ينتمي للناتشورالز. وعندنا كمان يساوي cardinality even numbers cardinality odd numbers اللي هي سالب 4 سالب 2 0 2 4 الى اخره، وهاي الodd اللي هي سالب 3 سالب 1 1 3 الى اخره. لاحظوا هذول المجموعات كلهم لهم نفس الكاردينالتي،
اللي هو إنجاز التعبير، إنجاز إنه إذا بدنا نمشيها إنه إلهم نفس عدد العناصر. لاحظوا هون الغرابة إنه في منهم جزء من الثاني، إنه كيف إلهم نفس الكاردناليتي. يعني مثلا هذولا تقدر تحطوهم للبوزيتيف كمان، يعني كاردينيتي للإي بوزيتيف يساوي كاردينيتي للأو بوزيتيف، وهاي إذا بدكم تسموها أو كمان يعني نفس المبدأ. يعني هاي بس 2 4 6، هاي 1 3 5. لاحظوا إنه راح تستغربوا تحكوا لي إي بلس سبست من الناتشورالز بروبر سبست حتى، يعني مجموعة جزئية ولا تساويها. انه كيف لهم نفس عدد العناصر او انه كيف لهم نفس الكاردينيتي؟ بكل بساطة عندنا function bijection من a plus ل n. مين هي؟ لاحظوا كيف 1 2 3، اللي هي f of x يساوي x على 2. هذا هو البايجكشن تبعنا، البايجكشن تبعنا. لاحظوا ليش عندنا f e plus يساوي الناتشورز انتو هيك، وعندنا اذا f x1 يساوي f x2، هسه 1 to 1 هاي بتفيد فيها، يكون عندنا x1 على 2 يساوي x2 على 2، يكون عندنا x1 يساوي x2، معناتها 1 to 1. هاي الانتو في شيء اغلى ثاني، طريقه ثانيه اثباتها. Let y ينتمي للناتشورالز تمام. ايش بعد هيك بدنا؟ 2y ينتمي للاي بلس تمام. تعريف العدد الزوجي يعني f ال 2y يساوي y، لانه 2y تقسيم 2 بيصير y. طبعا هذا على اي تعريف؟ تعريف تبع وينه؟ هيو for all y ينتمي لبي للكودومين there exists x ينتمي للدومين، بحيث انه صورة الاكس تساوي الواي. ايش ضل كمان؟ انا ما راح احكي كثير على هاي المواضيع، طبعا قصدي انه على الامثلة، لانه يعني حلو انكم انتم تستكشفوا في نفسكم، يعني بديش احرق عليكم الافكار. يعني منكم اثبت، يعني اثبتوا البقية، مثلا الزد ليش قد الناتشورالز، يعني اعطوني البايجكشن تبعها. طبعا الكيو مع الناتشورالز او مع الزد كثير صعبة، كثير صعبة، يعني أصعب من اللي أنا طالبها إنكم تعطوا بايجكشن من الريل أنا هسا أعطيتكم واجب، حكيت لكم من الريل لكيو كومبليمنت. كيو كومبليمنت طبعا الراشنالز يعني لا يمكن كتابتها على شكل كسر تمام. هسا هاي مستواها عالي لكن أسهل من الناتشورالز للكيو، ملحوظة كاردينالتي الريل نمبرز لا تساوي كاردينالتي الناتشورالز. المجموعة اللي إلها كاردينالتي يعني A يساوي كاردينالتي الناتشورالز بنسميها A بنسميها كاونتبل انفينيت. ليش سموها كاونتبل؟ يعني قابلة للعد، يعني عدد عناصر لا نهائي صحيح لكنهم قابلين للعد. يعني تقدر تكتبهم بمجموعة وتعدهم، تحكي مثلا هذا 1 هذا 2 هذا 3، هذا معناها countable. يعني جميع المجموعات اللي احنا كاتبينهم فوق countable، naturals countable هي نفسها، z countable، q countable، هذول كلهم تقدر تعدهم. يعني عدد عناصرهم لا نهائي لكن تقدر تعدهم. شو معنى انه تقدر تعدهم؟ تقدر تحكي 1 2 3، هيك تقدر تحكي عنهم. واحد يحكي طيب الريل نمبرز كمان بقدر احكي زي هيك؟ احكي لك لا ما بتقدر ابدا. بكل بساطة خذوا الفترة من 0 ل 1، هاي جزء من الريل نمبرز صحيح. الريل نمبرز بنسميها uncountable يعني غير قابلة للعد. راح نشتغل على جزء منها نبين انه uncountable. اذا هو uncountable معناتها كاملة uncountable. حاولوا انه نعملهم countable، يعني هاي 0 x1 x2 x3، يعني هذا عدد يعني بين 0 ل 1، بعدين خذوا عدد ثاني سموه زي هيك x11 12 13 الى اخره x21
x22 x33 بعديها 0 x31 x32 x33. لاحظوا عمالي احاول اعدهم، يعني هذا اول واحد، هذا ثاني واحد، هذا ثالث واحد، زيك الى اخره. اشرح ابين لكم انه فيهم عدد، يعني انه في عدد جوا بين الصفر والواحد مش موجود من هذول، لان حكيت انه هذول كلهم اللي بين الصفر والواحد. افرجيكم كيف نعمله. y كالاتي يساوي 0.y11 اللي اسمي y1 y2، لانه خلاص الترقيم هذا ما ليش دخل فيه، يعني هسه بحكي لكم انه هذول كيف تعرفهم. y3 y4 هذا سموه كانتور دياجونالايزيشن، الطريقه هاي كانتور، هذا كانتور حبيب القلب، هذا دياجونالايزيشن، يعني الشغل هذا تبعه هاي والكاردينالتي، يعني زلمه كثير فهمان. هسه هذا العدد اللي انا كونته مش موجود جوا القائمه اللي فوق، يعني شو معنى انك تعد اعداد؟ يعني تقدر تكتبهم في قائمه تعدهم، تحكي هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاث، راح نقدر نلاقي انه في عدد مش موجود جوا، يعني دائما راح يكون في اعداد في اي قائمه تكتبها راح يكون في اعداد مش موجوده، يعني تقدرش تعد الريل نمبرز. لاحظوا هسه هذا العدد ينتمي لصفر واحد، ولاحظوا هسه كيف بدي ابني اف اكس. لا خليني اكتب لكم اياها كالاتي، y i يعني بشكل عام نحكي y i يساوي 2 انه x i اذا x i لا يساوي او x i يساوي 3 او لا x i لا يساوي 2 x i i طبعا لانه انا على الدياجونال راح اشتغل، الدياجونال هو القطر، هيك مع كلمه دياجونال، يعني اكس 1 اكس 2 اكس 3 3 اكس 4 4 على هاي الشغل شغال انا. وثلاثه اذا اكس اي اي يساوي 2 تمام، فمعناته انا العدد اللي بنيته راح يختلف عن اول واحد. ليش؟ لانه راح يختلفوا في الخانه الاولى، راح يختلف عن ثاني واحد في الخانه الثانيه، في الثالث عن الخانه الثالثه، والى اخره بهاي الطريقه. لاحظوا بنيت عدد مش موجود جوا القائمه، معناتها not countable. اذا الجزء الصغير هذا not countable معناته كلها مش countable. اعطيكم معلومه حلوه للي ما بيعرف، 0 1 كاردينالتي تبعها تساوي كاردينالتي للريل نمبرز مثلا، وفي ملا اشياء مجنونه في هاي المواضيع. وهيك نوعا ما خلصنا، طولنا.